بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة، نستكمل مع التمرين الذي كنا قد رأينا فيما سبق، التمرين رقم 4. عندنا أحسب محيط ومساحة الجزء الملون في كل مربع. طبعاً الحال كنا قد حسبنا طبعاً الحال محيط الشكل الأول اللي على اليمين، الآن سنحسب مساحة هذا الشكل. كما تلاحظوا بأن الشكل تتواجد دائماً واحد المربع اللي الضلع ديالو اللي الحرف ديالو تساوي 4 سنتيمترات. بطبيعة الحال كما قلنا بأن محيط هذا الشكل هو مكون من أجزاء دوائر. الخطة اللي غنحسبوا بها المساحة ديال هذا الشكل هي كالتالي. بطبيعة الحال ما نقدروش نحسبوا المساحة ديالو على ما يبدو، يعني بطريقة مباشرة، يعني أننا غنحسبوا هذه المساحة بطريقة غير مباشرة. كيفاش غنعملوا؟ أولا غنحسبوا المساحة ديال هذا المربع اللي متواجد فيه هذا الشكل. اذا بطبيعه الحال عندنا هذا المربع الضلع ديالو شحال؟ 4 سنتيمترات. اذا بطبيعه الحال المساحه ديال هذا المربع اولا هي 16 سنتيمتر مربع، يعني غنديروا 4 في 4. ثانيا شنو غنحسبوا؟ ثانيا غنحسبوا هذا الجزء اللي بالابيض، يعني غنحسبوا هذا الجزء اللي خارج الشكل. كي غنديروا تنحسبوه بطبيعه الحال غنحسبوا اول حاجه غنحسبوا الربع ديال المساحه ديال القرص اللي هو هذا، يعني اننا غنحسبوا هذه المساحه بوحدها. كما في السابق حسبنا يعني هذا الجزء ديال القوس، بطبيعه الحال اضفناه للاجزاء الاخرى الاقواس الاخرى باش حصلنا على المحيط ديال الشكل. الان ايضا غنحسبوا المساحه ديال هذا الجزء. بطبيعة الحال هذا الجزء تيكون الربع ديال القرص اللي خدينا فيما سبق، خدينا الربع ديال المحيط ديالو. بطبيعة الحال تنتكلموا على الدائره الكبرى، هنا بطبيعة الحال غيولي عندنا قرص كبير اللي الشعاع ديالو 4 سنتيمترات. اذا بطبيعة الحال تنتكلموا على هذا القرص. اذا هنا عندنا غنحسبوا هذا الربع، غنحسبوا هذا الربع. ثم شنو غنعملوا؟ غنشدوا المساحة ديال المربع وغنقصوا منه هذا الربع ديال هاد القرص. علاش غنحصلوا؟ غنحصلوا على هذا الجزء اللي في الأسفل. فإلا خدينا المساحة ديال المربع ككل اللي الحرف ديالو 4 سنتيمترات ونقصنا منها هاد الربع ديال القرص، إلا نقصنا منها هاد المساحة اللي تتمثل الربع ديال القرص، علاش غنحصلوا؟ غنحصلوا بطبيعة الحال على هاد البقية اللي لتحت، على هاد شبه مثلث بطبيعة الحال لأحد أضلاعي هاد القوس. إذا غتبقى لنا هاد البقية اللي لتحت. إذا هادي غنسجلوها وغنخليوها جانبا. بطبيعة الحال غنحسبوا المساحة ديال المربع وغنحسبوا المساحة ديال الربع ديال القرص وغنقصوا المساحة ديال الربع ديال القرص من المساحة ديال المربع، غنحصلوا على هاد المساحة اللي بالأبيض. إذا هادي غنسجلوها ونخليوها جانبا. ثانيا شنو غنحسبوا؟ غنحسبوا هاد الربع ديال القرص الصغير اللي بالأبيض، هذا غنحسبوه حتى هو. بطبيعة الحال سهل، كما سبق تكلمنا على ربع دائرة، هنا بطبيعة الحال غنتكلموا على مساحة ربع قرص صغير اللي الشعاع ديالو 2 سنتيمتر. بطبيعة الحال تنتكلموا على هاد الجزئية. إذا ملي غنحسبوا المساحة ديال هاد الربع ديال القرص غنخليوه حتى هو جانبا إلى جانب المساحة ديال هاد الجزء. ثالثا شنو غنحسبوا؟ غنحسبوا المساحة ديال هاد المربع الصغير. إذا ساهل حتى هو. إذا الضلع ديالو شحال؟ الضلع ديالو 2 سنتيمتر. باين علاش؟ لأن الحرف ديالو تساوي النصف ديال الحرف ديال المربع الكبير. رابعا شنو غنحسبوا؟ غنحسبوا هاد الجزئية الصغيرة اللي كاينة هنا. كيفاش غنحسبوها؟ بطبيعة الحال بالطريقة اللي درنا في البداية مع الربع ديال القرص الكبير. يعني شنو درنا؟ شدينا المساحة ديال الربع ديال القرص ونقصناها من المربع الكبير. نفس الشيء غنقوموا به هنا، غنشدوا الربع ديال المساحة ديال القرص الصغير وغنقصوها من المساحة ديال هاد المربع الصغير، وبالتالي غنحصلوا على الجزئية.
اشنو غنعملو في الاخر؟ غنشدو من جديد المساحه ديال المربع الكبير، غنقصو منها الجزئيه الاولى والجزئيه الثانيه والجزئيه الثالثه والجزئيه الرابعه، وهكذا سنحصل على مساحه هذا الشكل. اذا فلنبدا التطبيق. اذا اولا عندنا المساحه ديال المربع، اذا شنو غنسميوها؟ غنسميوها سيرفاس كاري اس سي. شنو تتساوي؟ تتساوي 4 في 4 تتساوي 16 سنتيمتر مربع. ثانيا شنو غنحسبوا؟ غنحسبوا الربع ديال المساحه ديال هذا القرص الكبير اللي الشعاع ديالو 4 سنتيمترات. بطبيعه الحال غنرجعوا القاعده، غنرجعوا القاعده اللي تتكلم على مساحه القرص. اذا شنو هي؟ تنعرفوا بان المساحه ديال القرص تساوي بي في ار في ار، او بي في ار مربع. بطبيعه الحال يجب التفريق بينها وبين قياس المحيط. بطبيعه الحال المحيط كيفاش نلقاوه؟ تساوي 2 في ار في بي. المحيط تساوي 2 في ار في بي، وبيان بي في دي، هذا اللي شفنا في المسابقة. الان المساحه عندها حساب اخر اللي هو بي في ار مربع، يعني عندنا ار في ار ماشي 2 ار، ار في ار. ار في ار تنضربوها في بي تعطينا المساحه، 2 في ار تنضربوها في بي تعطينا المحيط. اذا دابا غنطبقوا بي في ار مربع باش نلقاو المساحه ككل ديال هاد القرص، ثم بنفس الطريقه غنقسموا على 4 باش نلقاو الربع اللي عندنا هنا. احنا ما بغيناش نحسبوا القرص ككل، احنا بغينا نقصوا الربع ديال القرص اللي هو اللي متواجد في هاد المربع باش نحصلوا على الجزئيه الباقيه. اذا اولا غنحسبوا المساحه ديال القرص اللي الشعاع ديالو 4، اذا اس ا 4 شنو تساوي؟ تساوي كما قلنا 4 في 4 في 3.14، اذا تتساوي 16 مضروبه في 3.14. اذا طبيعه الحال هذه المساحه غنقسمها ل 4، اذا نخليوها بحال هذا الشكل باش تجينا سهله. اذا غتولي عندنا اس ا 4 قاسم 4 باش نلقاو الربع ديال القرص، شنو غتجينا؟ 4 في 4 في 3.14 نقسم على 4، إذا غنختزلو ب 4 غتبقى عندنا 4 في 3.14. إذا شحال غتولي عندنا؟ غتولي عندنا 4 في 3.14، إذا 4 في 4 16، 4 في 1 4، 1 هي 5، 4 في 3 12، إذا 1 2 1 2، إذا 12.56، إذا 12.56 سنتيمتر مربع. إذا الربع ديال القرص يساوي 12.56 سنتيمتر مربع. هاد 12.56 سنتيمتر مربع ديالهاش، هذا الربع ديال القرص. حنا شنو باغيين نحسبو؟ حنا باغيين نحسبو هاد الجزئية اللي بالأبيض. إذا شنو غنعملو؟ غنشدو المساحة ديال المربع وغنقصو منها 12.56. إذا هاد الجزئية اللي بالأبيض غنسميوها إس أن. إس أن تتساوي شنو؟ تتساوي 16 سنتيمتر مربع ديال المربع، المساحة ديال المربع ناقص 12.56. شنو تتساوي؟ إذا عندنا 16.0، بطبيعة الحال لحقاش عندنا في الرقم الثاني عدو للأرقام مور الفاصلة، ناقص 12.56. إذا عندنا 0 ناقص 6 ما يمكنش، غنزيدو هنا غنحطو واحد هنا ونحطو واحد هنا. 10 ناقص 6 هي 4، 10 ناقص 6 لا يمكن، غنديرو 10 ناقص، بطبيعة الحال غنحطو واحد هنا وواحد هنا. 10 ناقص 6 هي 4، غنديرو الفاصلة. 6 ناقص 3 هي 3، 1 ناقص 1 هي 0. إذا الباقي هو 3.44 بطبيعة الحال سنتيمتر مربع. إذا هذه المساحة ديال الجزء اللي بالأبيض غنحطوها جانبا. ثانيا غنمشيو للمساحة الثانية غنسميوها S2. S2 هي المساحة ديال هذا القرص الصغير. ثم غنمشيو ل S'2 اللي هي المساحة ديال القرص الصغير. إذا بطبيعة الحال القرص الصغير غنطبقو نفس القاعدة. بطبيعة الحال R ديال هاد القرص هذا، الشعاع ديال هاد القرص هذا هو 2، يعني النصف ديال
أربعة. إذن غتولي عندنا اثنان مضروبة في اثنان مضروبة في 3.14. إذن إس دو المساحة ديال ربع القرص هي إس بريم دو على أربعة. إذن غنشدو هاد العدد ككل ونقسمه لأربعة. إذن اثنان مضروبة في اثنان مضروبة في 3.14 مقسومة على أربعة. طبعا الحال عندنا اثنان في اثنان هي أربعة. إذن غنختزلو بها، غنضربو على اثنان واثنان وغنضربو على أربعة، لحقاش اثنان في اثنان هي أربعة. إذن عندنا أربعة الفوق وأربعة التحت. إذن إس دو شناهي هي 3.14 سنتيمتر مربع. إذن هاد إس دو غنخليوها جانبا حتى هي إلى جانب إس أن. دابا غنمشيو للمساحة الثالثة، غنقلبو على المساحة الثالثة ديال المربع اللي بالأبيض، المربع الصغير. إذن بطبيعة الحال المساحة ديالو غنسميوها إس ثلاثة. إس ثلاثة تتساوي بطبيعة الحال اثنان في اثنان، اثنان في اثنان تتساوي أربعة سنتيمتر مربع. ثم غنمشيو الجزئية الأخيرة. إذن بطبيعة الحال باش نحسبوها خاصنا نديرو المساحة ديال المربع الصغير ناقص المساحة ديال ربع القرص. بطبيعة الحال هذا فات لينا حسبناه، لحقاش المساحة ديال المربع تتساوي المساحة ديال المربع، والمساحة ديال هاد القرص تتساوي المساحة ديال هاد القرص، وبالتالي المساحة ديال هاد الربع تتساوي المساحة ديال هاد الربع. إذن غنديرو المساحة ديال المربع ناقص المساحة ديال الربع ديال القرص. إذن شنو غنعملو؟ غنديرو إس ثلاثة ناقص إس اثنان. إذن إس أربعة تتساوي إس ثلاثة ناقص إس اثنان. إس ثلاثة لقينا هي أربعة سنتيمتر ناقص إس اثنان اللي هي 3.14. 3.14 شحال تتساوي؟ إذن أربعة ناقص 3.14. إس ثلاثة بطبيعة الحال هي أربعة سنتيمترات مربعة، ثم إس اثنان هي 3.14 سنتيمتر مربع. إذن إس ثلاثة ناقص إس اثنان هي أربعة ناقص 3.14. إذن نضع أربعة ناقص 3.14 العدد الصحيح فوق العدد الصحيح، ثم نضع فاصلة صفران، لحقاش الرقم الثاني عنده رقمان من بعد الفاصلة. إذا سواء وضعنا أربعة أو أربعة فاصلة صفران أو ثلاثة أصفار أو ستة أصفار أو مئة صفر، فالعدد نفسه هو أربعة. إذا بطبيعة الحال حنا تنعاودو نرجعو العدد ديال الأصفار اللي بغينا باش يتناسب لينا بطبيعة الحال في العملية مع الأعداد الأخرى. إذا عندنا أربعة فاصلة صفران ناقص 3.14. إذا عندنا صفر ناقص أربعة لا يمكن، إذا سنضع واحد هنا وواحد هنا. عشرة ناقص أربعة هي ستة، ثم واحد ناقص اثنان لا يمكن، إذا سنضع واحد هنا وواحد هنا. عشرة ناقص اثنان هي ثمانية، ثم نضع الفاصلة. إذا أربعة ناقص أربعة هي صفر، إذا الباقي هو 0.86. 0.86. إذا بطبيعة الحال حنا خدينا المساحة ديال المربع الصغير ثم نقصنا منه المساحة ديال ربع القرص، إذا حصلنا على هاد الجزئية اللي كاينة بالأبيض. إذا دابا شنو حسبنا؟ حسبنا هاد الجزئية اللي بالأبيض إس واحد ثم إس اثنان ثم إس ثلاثة ثم إس أربعة. إذا دابا واش نلقاو المساحة ديال الشكل ولا لا؟ إذا شنو غنعملو؟ إذا باين غنشدو المساحة ديال المربع الكبير ونعاودو نقصو منو هاد الجزئيات اللي بالأبيض، وبالتالي غنحصلو على المساحة ديال الشكل. إذا فلنبدأ التطبيق. إذا عندنا المساحة ديال المربع الكبير هي أربعة في أربعة كما قلنا، عطاتنا 16 سنتيمتر كما رأينا. إذا المساحة ديال الشكل اللي هي إس، غنسموها إس، تتساوي شنو؟ تتساوي 16 سنتيمتر ناقص، ثم غنفتحو القوس باش نديرو هذوما بعضياتهم، نزيدهم على بعضياتهم. بغينا نحسبوهم تلقاو العدد الإجمالي ديال هاد الأجزاء اللي بالأبيض وعاود نقصوها من المربع الكبير ممكن. بغينا نديرو العملية مرة واحدة نديروها. إذا عندنا 16 ناقص أشنو؟ عندنا إس أن، إس أ 3.44 زائد إس دو اللي هي 3.14 زائد إس ثلاثة اللي هي المربع الصغير بطبيعة الحال المساحة ديالو كما قلنا هي 4 سنتيمترات، ثم زائد هاد الخارج اللي لقينا الآخر اللي هو 0.86 اللي هو ديال هاد الجزئية اللي غتبقى لنا بالأبيض في الفوق. إذا بطبيعة الحال إلا خدينا هاد الأجزاء اللي بالأبيض وأضفنا المساحات ديالها
يعني إذا خدينا 3.44 زائد 3.14 زائد 4 زائد 0.86 إذا غتعطينا 11.44. إذا هاد 11.44 هو مجموع المساحة ديال هاد الأجزاء اللي بالأبيض. إذا بطبيعة الحال غنشدو المساحة ديال المربع الكبير اللي هي 16 سنتيمتر وغنقصو من هاد العدد. بطبيعة الحال غتعطينا 4.56 سنتيمتر مربع. 4.56 سنتيمتر مربع. إذا هذه هي المساحة ديال الشكل اللي على اليمين. الآن المرجو يعني تطبيق نفس الطريقة تقريبا على الشكل الثاني، تطبيق نفس الطريقة على الشكل الثاني. حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.